السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحتنا. 9000 مشارك، مرحبا بكم. رحنا نزيدو غير بشويه بشويه، رحنا نكبروا العائله ان شاء الله. دعوا معنا ربي يوفقنا باش نزيدو ندخلوا الى 10000 مشترك ان شاء الله. دونك الموضوع والسوجي تاع اليوم هو اللي وعدتكم به شحال من خطره، وكل خطره نهضر لكم عليه، وشحال من خطره تانتوما هضرتوا لي في التعليقات ديال الناس تاع الريجيم، باسكو عموما هضرت عليه في اللايف وعدتكم. سمحوا لي برك، الوقت ما كانش عندي وظروف. سي ليسونسيال ندخلوا في المهم. هذه الوصفه سحريه 100%، هذه راها مجربه، جربوها في الدار، جربوها الاصدقاء شحال من وحدين وما شتهاش الدور، شتهاش الدور بزاف في بوسيبل الناس تعرفها. مي انا هاد كيما قال الوصفه بغيت نمدها للعائله نتاعنا، وان شاء الله اللي زعما بون هذه تصلح لنا اي واحد كبير صغير ما عندهاش عمر هذه، ولا زعما تقول الضر ولا هذه ما تضر ما والو، وديرها بدون رياضه، بدون ما تعمل رياضه. وزعما نزيد ننصح الناس يزيدوا يمارسوا الرياضه. وكي نعطيكم هذه الوصفه ماشي زعما قال غير كل اللي تاكله ودير هذه الوصفه وتقول لي من بعد ما خرجتش عليا وبلي جيت تنظم الماكولات نتاعك، تولي تنقص في الاكل نتاعك، تولي تاكل اكل صحي. ليسونسيال هي سهله مهله، نحتاجوا حاجه الاولى باش ما نديروش لا بيبليسي، تحتاج قرعه تاع ما تاع الزجاج تاع الزاج باش تعرفوا، تكون تاع ليترا تاع ليترا، هذه هي نحتاجوها. ونحتاجو قارص الليمون، نحتاجو حبه تكون مويه ولا تكون كبيره، دوك نعطيكم المقادير كيفاش. ونحتاجو هذه هي اللي عليها لافير، هذه الناس كامل تعرفها بصح، هذه الدنجال البرانيه كل واحد كيفاش في المنطقه نتاعها يعيط لها. دونك هذه هي اللي عليها لافير، وهذه هي اللي عليها الهضره، كيفاش باش تخلطوهم وكيفاش نديروهم وكيفاش نشربوهم وكيفاش نخليوهم باش تولي هذه الوصفه صحيه 100% كما قلت لكم. دونك كما قلت لكم تجيبوا قرعه تاع الماء تخليو ديروا ليترا، ما ديروش ليتر ونص، ليترا. نبدا الليمه، الا كانت عندك كبيره، الا كانت نقولوا عندك الليم كبير دير غير النص، وإذا كانت عندك كيما هذه تقدر ديرها كامل. نبداو بسم الله، تقصوا كيما راكم تشوفوا سهله معنا، تقصوها شهوه، تقصوا دي مورسو صغار باش تدخل في القرعه، باش تدخل في القرعه. ايوا هاي غادي نقص في الطابله ونوريكم ديريكت هكذا باش تشوفوا، ونزيد نفهمكم بيان. دونك كيما شفتوا هذه هي، زيدوا تقصوا هنا كم تقصوا الليم غير صغير، دير طرونش هكذا باش تدخل في القرعه. سيتو اكدوا لي على لي طرونش هادو الصغار. ايوا هذه هي، هذه راها كبيره والله يا جماعه، راني نقول لكم زعما مجربه 100%، ماشي زعما قال غير الهضره ولا. ايوا هذه هي، وزيدو نقصو ثاني هذه، وهذه اللي عليها الصح جماعه، هذه اللي عليها الصح، هذه هي اللي راه مبنيه عليها لافير. فوالا معليش، كل واحد وكيفاش يقص، ليسونسي قصوا على حساب القرعه اللي عندكم باش تدخل. انا هكذا قصيت دي رونديل ومن بعد نقصوها. بون هذه الا كانت كبيره ما ديروهاش كامل كيما راكم تشوفون. العفسه هنا وفي التحضير وكيفاش تبريبارا، راكم تشوفوا هذه سهله، مي صح مازال القدام ان شاء الله. هذه نزيدو وجماعه سمحوا لي اللي طولت عليكم شويه على الفيديو، باسكو والله الا ظروف برك، غير سمحوا لي الله غالب. وثاني اللي ما تفرجش لا فيديو تاع اللي فات تاع اتحاد الجزائر اللي اقسيت من البطوله، غادي نخليكم الفيديو تشوفوه منا الفوق ولا منا الرابط نتاعه ودخل. واللي ما راش مشترك معنا يشترك معنا هكذا باش نزيدو نكبروا هاد العائله وتزيد تكبر نروحوا بها بعيد. وشكرا شكرا، حبيت نشكركم كامل على 9000 مشترك، ان شاء الله رحنا مقبلين على 10000 مشترك. هي ما تطولوش علينا
وخلينا نفرحوا مع بعضنا بعض. دونك كيما شفتوا هذه هي، شفتوا ها راني قصيت الليم وقصيت هذه، قصيت هكذا صغيره غير باش تدخل في القرعه، سيتو الا كانت عندك القرعه البوشو نتاعها صغير ولا هذه هي. ودونك كيما شفتوا رحنا قصيت لكم هذوك المقادير، قصيت لكم شوف غير صغير هكذا وهكذا على جال البوشو نتاع القرعه، باش كي تدخلوا هنا القرعه هذه الفتحه تاع القرعه هنايا باش تدخل ديرك ما يبقاش تعاود تصغر. دونك هذه هي، تتحي هذا النص تاع هذيك تاع البرانيه تتحيها كامل، تقيس في الماء، قياس في الماء ها، تقيس تقيس الليم. مام كاين اللي يشوف هكذا العظم يقول لك من بعد يسقسوني اسكو العظم نحي، خليه تخليه دبر راسك تنحيه تنحيه هاي، برك دخل برك عين. والقالص راكم تعرفوه باللي يقلع على قراش شحال من حاجه، كاين اللي يقول لك تخاف اللي عنده لا طونسيون، لا اشرب برك ما يطلع لا طونسيون، ما يطلع حليب ما يهود سخانه. هذه هي، هذه هي الوصفه نتاعي. شوف راني العلم راني عمرت هنا القرعه 1 لتر هاي، ما عمرتهاش كامل حتى لهنا، عمرت غير هنا باش كي نزيد هاد نزيد هاد الليم ونزيد البرانيه ما تدفقليش القرعه، ومن بعد نعاود نشوف كيفاش نزيدو. ها ها هذه ها كيما راكم تشوفوا، وسمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي بزاف الناس اللي طولت عليهم بزاف على هذا. ها هي ها وصحية ان شاء الله 100% وان شاء الله تنفعكم، والله ان شاء الله تنفعكم. انا ماذا بيا قلت لكم نبارطاجي معاكم كلش. ها هي شو راه تعمرت سي بون، راني درت ايوا نبلعو دروك نحكيو عليها كيفاش باش تشربها. شتو المقادير كيفاش درت، درت البرانيه بون نستنى شو نغطيو باش ما نديروش لابيب. شو راني درت هاي دوك نقلبوها، شو الله يرجع على هكا، شو تقلبها هكذا باش تدخل ايوا ايوا سي بون دروك راها معمره ها. وبليجي كي تكمل كي تحي كامل، شوف عينك هي ميزانك، الا كانت ليمه كبيره دير النص نتاعها، البرانيه الا كانت كبيره دير النص نتاعها، السطا دير هذيك، ولا كانت صغيره ديرها كامل. كي تكمل تحي هنايا اقلب هكذا باش يطلع الماء ويهود، وتخليها تخليها مبلعه هكذا. وللعلم بون يا ربي ما بانش، للعلم باش تعرفوا قلت لكم ديروها في القرعه تاع الزاج، ما تصلحش في القرعه تاع البلاستيك. واللي ما عندهش قرعه يكون عنده غراف يدير تاع غراف تاع الزاج ويبلع عليه بطبسي هكذا ويخليه. دونك كيفاش هادي باش توليو تشربوها؟ انا دروك راني درتها باريزون بريباريتها العشيه، بريباريتها نقولو بريباريتها الصباح، تخليها حتى العشيه هكذا وتبقى تشرب فيها حتى الليل. ليسونسيال هادي تشرب شو قبل قبل الفطور، شو الصباح كي تنوض نهضرو على الصباح بريباريناها في الليل، هي من الاحسن تبريباريها في الليل كي تجي ماشي ترقد تبريباريها، تبريباري وحده هكذا وتخليها تبات باش يطلق فيها الليم ويطلق فيها البرانيه. وهذيك غادي تطلق فيها غادي تكحل شويه هاد البرانيه، ما تخافوا منها ما والو، تخليوها الصباح الصباح كي تطلق كي تنوض نتاع الصباح على الصباح على الريق تشرب كاس. هذه تقسمها تقسمها سي طاي، تشرب كاس على الريق، من بعد كي تجي ماشي تفطر افون الفطور تشرب كاس، عاود المومو تاع القهوه افون ما تشرب القهوه تشرب كاس، وكي تجي ماشي تتعشى قبل من العشاء تشرب كاس، وتخلي كاس كي تجي ماشي ترقد العفسه، كي تجي ماشي ترقد توجور الصباح تنوض على الريق تشرب كاس، وفي الليل كي تجي ماشي ترقد تشرب كاس. انت عينك هي ميزانك كيفاش تقسم هذه، ليسونسيال خلي الصباح كي تنوض على الريق كاس، وفي الليل كي تجي ماشي ترقد كاس. وهذيك صاي راك بريباريت اليوم وحده، بريباريت اليوم وحده باش تشربها الغدوه الصباح، في الليل عاود غدوه عاود بريباري وحده باش غدوه الصباح تعاود تشربها. سما داومها هادي، ما خصك ما طيحش اونبان الليم والبرانيه، ما خصكش طيح اونبان منهم. كيما انا راني قصيت هكذا، شوف راني قصيت شويه بزياده، يكون عندك في الدار اخ ولا هادي ولا اختك ولا ماك ولا عمك ولا هادي تقسم معاه، عينك هي ميزانك باش ما تضيعش، خاطر هادي كون تقص بزاف تضيعها. وان شاء الله ان شاء الله نتمنى هاد الوصفه تنفع كامل الناس اللي عندهم شو عندك لاكراس. وللعلم
قلت لكم هذه بلا ما دير سبور، هذيك اللي كاين اللي يدير سبور لا غالب عندها الكرش ما يخرج ما تدوبش، مي هذه ان شاء الله بلا رياضه تدوبها. وشنو هو ماشي قلت لك ما ديرش رياضه تمشي تاكل الدهون الدوشوم والحلاوات اصلا تعرفوا اوبليجي اللي تنقص. احترم احترم كما قال مانيش عارف كيفاش، احترم نفسك واحترم الوصفه، الا تحترم الوصفه اخي العزيز هذه هي. دونك ان شاء الله يا ربي نتمنى هذه الوصفه تنفع كامل الناس وما تخليهاش عندك تحبس. ايسي تعاوننا بارطاج هذا لا فيديو، بالك الا انت رقيق ما تصلحلكش تصلح لولد عمك لخوك لجارك، هذه هي ومع الرسول الا البالغ. دونك انت ايسي بارطاجي هذا لا فيديو مع احبابك مع الاصدقاء، هكذا انت تنشر هذا لا فيديو الناس تستنفع منه وانا نستنفع من العائله اللي تزيد تكثر ان شاء الله. وحبيت ثاني نشكر كامل الناس اللي عاونتني بالبارطاج بخلالي كومونتير زوين دار لايك، اي واحد عاونني ونضم معنا في هذه العائله مرحبا بك. شكرا 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 جزيلا على 9000 مشتركه، ما حناش بعد ان شاء الله على 10000، ان شاء الله ندخلوا ونفرحوا مع بعض ودعوا لنا ربي يوفقنا نزيدوا للامام ان شاء الله. دونك هذه يا جماعه معليا غير نقول لكم رحنا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو، فيديو صغير برك مي صغير مي فيه معلومه تنفع الناس بزاف جيده ان شاء الله. ان شاء الله نكون فدتكم وحتى نتوما تفيدونا ان شاء الله بالبارطاج نتاعكم. ما تنساش انت الى اول مره تشوف هذه القناه هود لتحت دير سبسكرايب خلي لايك خلي لي كومونتير زوين بارطاجي مع العائله ومرحبا بكم كاملين. ايا معليا غير نقول لكم كيما مضارب السلام عليكم. اي روح عليكم. Come on, come on with me, baby.